مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، والجزء الثاني من ندوتنا الخاصة بشأن حصاد أهم الأحداث في العراق لعام 2019. وسيكون محورنا التالي هو مأساة النازحين وقضية المختطفين والمغيبين، فضلا عن المقابر الجماعية التي بات يعثر عليها تباعا في المحافظات المنكوبة التي شهدت عمليات عسكرية، حيث يرجح أن تكون الجثامين التي عثر عليها وما زال يعثر عليها في تلك المقابر تعود للمختطفين في سجون الميليشيات، حيث تم تصفيتهم وإعدامهم ميدانيا. وقبل أن نبدأ مناقشة هذا المحور مع السادة ضيوف، وهم كل من العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، والدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من العاصمة الأردنية عمان. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير. 6 سنين مرت على نزوحهم وما زالت مأساتهم تراوح مكانها على الرغم من انتهاء الأعمال العسكرية منذ 2 سنتين وأكثر بحسب ما أعلنته الحكومة في بغداد، إلا أن ملفهم ما زال حاضرا والمخيمات المترامية الأطراف في غربي وشمالي البلاد لا تزال مزدحمة بهم. إنهم النازحون في العراق. بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة وتقارير أخرى صادرة عن لجان دولية ومحلية، فإن نحو 2 مليون نازح عراقي لم يعودوا إلى منازلهم، جلهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين التي كانت مسرحاً لأعمال حربية أهلكت الحرث والنسل بسبب السياسات الطائفية الحمقاء التي انتهجتها حكومات ما بعد عام 2003. أسباب كثيرة تقف وراء استمرار هذه المعاناة، ففضلاً عن الفساد والتقصير الحكومي الذي لم يعد يخفى على أحد، هناك أيضاً سيطرة الميليشيات على نحو 16 مدينة وناحية مثل جرف الصخر والعواسات ويثرب وبهجي وربيعة والقرغول، ومنع سكانها الأصليين من العودة إليها تحت حجج وذرائع مختلفة. وهناك الدمار الواسع في بعض المناطق والمدن المحررة التي تحول بعضها إلى أطلال، وحتى الذين عادوا فقد أجبروا على ذلك على الرغم من افتقار مناطقهم الأصلية إلى أبسط مقومات الحياة، فضلا عن غياب الأمن والقانون. مأساة النازحين لا تقتصر على منعهم من العودة إلى ديارهم فحسب، فالعديد من التقارير تؤكد تعرض كثير من سكان المخيمات لانتهاكات واسعة تورط فيها أفراد من القوات الحكومية والميليشيات، وأن الفساد المستشري يمنع تحسين وضع النازحين المأساوي في المخيمات الذين ما زالوا يدفعون أثماناً باهظة، لا لذنب اقترفوه بل لأنهم ضحايا سياسة طائفية بانت عوراتها التي اختفى خلفها رعاتها، فلفظهم الشعب ولفظها، وهم ما زالوا يقفون على باب أمل لانتشالهم من واقعهم الذي يمثل عينة واضحة لحال العراقيين اليوم تحت حكم زمرة العملاء والمرتزقة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في الساعة الثانية من ندوتنا الخاصة عن أبرز الأحداث لعام 2019، عن المقابر الجماعية أيضا قضية المختطفين والمغيبين قسريا وعمليات الاغتيال والمقابر الجماعية التي عثر ويعثر عليها داخل العراق. أرحب مرة أخرى بسيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. سيادة العقيد، قبل الدخول عن يعني النتائج التي وصل إليها العراق فيما يخص الاختطاف والمقابر الجماعية والمغيبين قسريا، أريد أن أدخل هنا الميليشيات في العراق كيف تشكلت؟ هل هي مجموعة أم عدة مجموعات؟ ما هي الواجبات المناطة بها؟ ما هي أهدافها؟ أهداف من تشكيل الميليشيات في العراق؟ نعم، مساء الخير لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. نعم، مسألة الميليشيات هي ليس وليدة الساعة. نعم. هذه الميليشيات تشكلت
قبل احتلال العراق بفترة طويلة، وقسم من هذه الميليشيات شاركت في الحرب العراقية الإيرانية مع الجيش الإيراني ضد العراق، من ضمنها منظمة بدر ومن ضمنها حزب الدعوة، إضافة إلى بعض التشكيلات الصغيرة الأخرى. بعد أن كان الاحتلال بعد عام 2003 جاءت هذه الميليشيات وساعدت في عملية دخول القوات الأمريكية إلى العراق، وأصدر الحاكم الأمريكي بول برايمر قرارا بدمج هذه الميليشيات ضمن نواة الجيش العراقي، وتم إدراجها ضمن القرار رقم 91، فتم إدراجها على أن تكون هي نواة لتشكيل هذه الأجهزة الأمنية العراقية. فتم دمج الكثير من الأعداد من هذه الميليشيات في هذه الأجهزة، وكانت هي النواة الأساسية لتشكيل القوات المسلحة الجديدة في العراق. بعد أن تم دمج هذه الميليشيات كان يجب أن تنتهي هذه الميليشيات من المشهد العراقي، ولكن نرى أنه بعد تفجيرات سامراء عام 2006 ظهرت هذه الميليشيات بثوب جديد وبحلة جديدة، وأخذت تقتل وتهجر الناس في عام 2006 بشكل كبير جدا، وأخذت مسألة القتل على الهوية والاختطاف والتغييب، ومارست كل أنواع العنف أمام صمد كامل من الحكومة التي كان يرأسها الجعفري في تلك الفترة. استمرت هذه الميليشيات بعد ذلك، وكانت هناك انشقاقات في الكثير منها، حتى وصلنا إلى عام 2008 بأنه تم إطلاق عملية سميت من قبل المالكي صولة الفرسان لمواجهة الميليشيات، خاصة الميليشيات التي تأتمر بإمرة الصدر في تلك الفترة. وتم هروب الكثير من القيادات إلى إيران، ثم استمرت هذه الميليشيات بالظهور بعد ذلك، وأخذت تظهر بشكل علني في عام 2012 في عام 2013، وتستعرض في بغداد، من ضمنها العصائب، من ضمنها ميليشيا حزب الله، بالإضافة إلى ميليشيات الصدر التي احتفظ بها طوال هذه المدة. حتى وصلنا إلى عام 2014، عندما وصلنا إلى عام 2014 واجتياح تنظيم الدولة للكثير من المناطق بسبب فشل القوات الحكومية في الدفاع عن هذه المناطق، تم إصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل مرجعية النجف على أن تقوم بهذه الفتوى أن يقوم بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، وليس تشكيل ميليشيات خارج إطار الدولة، لأنه المادة 9 من الدستور العراقي تمنع تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة العسكرية، ولكن تم استغلالها من قبل المالكي ومن قبل قيادة هذه الميليشيات ومن قبل إيران بتشكيل ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيات تنقسم إلى عدة أقسام. هناك ميليشيات تأتمر بأمرة السيستاني، وهناك ميليشيات تأتمر بأمرة الولي الفقيه في إيران وتسمى بفصائل المقاومة، والكثير منها يقاتل في سوريا منذ عام 2011، من ضمنها العصائب، من ضمنها النجباء، من ضمنها حزب الله العراقي الخراساني، والكثير من الميليشيات الأخرى. وهناك ميليشيات أخرى تأتمر بأمرة مرجعيات متعددة، مثل مرجعية الصدر، مرجعية اليعقوبي، مرجعية حزب الله الكوثراني، وما إلى ذلك من شخص الحائري، وما إلى ذلك من أمور أخرى. هذه الميليشيات قسم من عدها تم انضوائه تحت مظلة الحكومة، يعني كما يقال في الفترة الماضية، ولكن الكثير منها لا زال يصرح عن طريق قادة هذه الميليشيات بأنهم يأتمرون بأمرة الولي الفقيه في إيران، وأنهم سيكون حيثما تقتضي مصلحة المقاومة. وهناك تصريحات مثلا لقائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يقول بأننا شكلنا في العراق 100,000 مقاتل وفي سوريا 100,000 مقاتل، وهذا ما يسمى بجيش التحرير الشيعي، وسوف نستخدمه أيضا ما تقتضي الضرورة بالنسبة للمصلحة الإيرانية. هناك تصريحات مثلا لقيس الخزعلي عندما يتكلم بأنه تم إكمال الهلال الشيعي، ونحن الآن بصدد إكمال البدر الشيعي. لذلك يقول بعد أن اكتملت فصائل المقاومة في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان، نحن الآن بصدد إكمال البدر الشيعي وتنفيذ مشروع الإمبراطورية الفارسية في المنطقة. لذلك نحن نتكلم حقيقة عن ميليشيات متعددة، ميليشيات يقولون بأنها تأتمر بأمنة الدولة، ولكن لم يظهر لنا هذا من خلال ما يجري في الوضع العراقي طوال الفترة الماضية. وهناك ميليشيات منفلتة خارج إطار الدولة، وهي من تسيطر على الوضع الأمني وتسيطر على الوضع العسكري والمشهد السياسي الآن في العراق، وهي من شكلت الحكومة في عام 2018. دكتور أيمن العاني، نرحب بك من جديد. الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، مرحبا بكم. دكتور، عام 2019 يعني شهد الكثير من فعالياتكم التي تهتم بأوضاع النازحين في مخيمات النزوح، حبذا لو تحدثنا عن أبرز النقاط التي اطلعتم عليها شاهدتموها عن أوضاع النازحين في المخيمات. تحية لك أخي ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي الكريم.
الحقيقة المخيمات كما ذكرتم في التقرير الآن لدينا نحو 2 مليون نازح، جميعهم الأمل في العودة أصبح يعني من الخيال، لأن المعوقات كثيرة جدا، وأبرز هذه المعوقات هو لا يوجد أي يعني ملجأ لهؤلاء غير المخيمات البائسة، لا يوجد لهم يعني ملجأ في مدنهم التي خرجوا منها مكرهين تحت القصف العشوائي والعنيف الذي تعرضت له المحافظات المنكوبة والتي باتت منكوبة حقيقة بسبب هذا القصف العنيف والعشوائي من قبل الحكومة، قوات حكومية وحلفائها. النازحون اليوم يعيشون حياة الضنك، حياة الخروج عن الطور الإنساني، حياة الفاقة الشديدة، حياة يعني وما أكثر شيء حقيقة يؤلم النازحين هو التنكر لقضيتهم من قبل السلطات المحلية والحكومة في بغداد. لا يوجد أي يعني أي مؤشر للتخفيف من معاناتهم، فضلا عن إنهاء هذه المعاناة المستمرة التي تدخل عامها السابع دون أي أمل حقيقة، لا سيما في العودة. هنالك العديد من الحملات الإغاثة التي قام بها قسم الإغاثة في هيئة علماء المسلمين، نعم طبعا التفاصيل في هذه الحملات لدى القسم، لكن ما يخص الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحون اليوم هي أوضاع لا يمكن يعني أن توصف، لا سيما في هذا الفصل والبرد الشديد. هي يعني مخيمات متناثرة في الصحراء، حتى الطرق إليها إلى كثير منها باتت حقيقة يعني غير سالكة، حتى إيصال المساعدات بات أمرا يعني منهكا جدا حتى للفرق العاملة، فضلا عن بالنسبة لقسم الإغاثة في هيئة علماء المسلمين. سيادة العقيد، يعني هناك 8000 مغيب في العراق لعام 2019 وحدها، في حين أن العدد أكثر من ذلك بكثير، ولكن هذا ما صرحت به مفوضية حقوق الإنسان في العراق. هذا كله يرجع إلى عمل الميليشيات في عملية الاختطاف والقتل والتغييب القسري، لكن أنت ذكرت في معرض حديثكم أن هذه الميليشيات يعني اندمجت داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالتالي قامت بكل هذه الأفعال الشنيعة. على سبيل المثال، أبو مهدي المهندس أسس في عام 2007 ميليشيا حزب الله في العراق، وأيضا هو حصل على الجنسية الإيرانية بعد عام 2003، وكان مستشارا لقاسم سليماني بعد أن عينه خامنئي في هذا المنصب. أيضا نحن نتحدث عن أحداث عام 2019، شهد هذا اليوم هو حرق للبوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. ولكن سؤالي هنا، لماذا تعمد الميليشيات على الخطف والتغييب والاغتيال إذا كان بإمكانها أن تعمل كل ذلك من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في الدولة؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه عندما تكون الحكومة ضعيفة تظهر مثل هذه التنظيمات المسلحة وتحاول أن تؤسس لمؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. ما حصل في العراق أن هذه الميليشيات طوال الفترة الماضية قامت ببناء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. يعني عندما نتكلم عن القوات المسلحة العراقية، احنا نتكلم عن أجسام متعددة لهذه المؤسسة. يعني في كل دول العالم المؤسسات الأمنية والعسكرية تتألف من وزارة الدفاع، تتألف من وزارة الداخلية، والتشكيلات الأمنية كمخابرات واستخبارات وأمن وطني وما إلى ذلك. لكن نحن في العراق لدينا أولا لدينا وزارة الدفاع، لدينا وزارة الداخلية، لدينا قوات البيشمركة، لدينا قيادة قوات بغداد أيضا هذه لا تأتمر بإمرة
القوات المسلحة. طيب. لدينا ميليشيات الحشد الشعبي وهي لا تأتمر بإمرة القوات المسلحة أيضا. لا. ولدينا جهاز مكافحة الإرهاب وهو أيضا لا يعمل بإمرة القوات المسلحة. جميع هذه التشكيلات لا تأتمر بإمرة ولا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية. تأتمر بمن إذن سيادة العقل؟ هذه تأتمر بإمرة، يعني عندما نتكلم عن الحشد الشعبي نتكلم عن قطاعات تأتمر بإمرة أبو مهدي المهندس وتأتمر بإمرة إيران، وهذا ما هو واضح للعيان الآن في المشهد العراقي. أيوه. وما يجري الآن يعني عندما يقومون بتغيير القيادات الأمنية في المنطقة الخضراء قبل أسبوع من الآن وينسبون أبو منتظر الزيدي قائدا للمنطقة الخضراء، ثم تقوم هذه الجموع بالدخول والوصول إلى السفارة الأمريكية واقتحام المنطقة الخضراء، كيف تم دخول هذه القطاعات وكيف تم دخول هؤلاء المتظاهرين ووصولهم إلى المنطقة الخضراء؟ أين الأجهزة الأمنية؟ أين الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء؟ نحن أمام تواطؤ كبير جدا، وهناك سيطرة على المناطق الحساسة في الدولة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، وهذا ما نراه جليا في المسألة. يعني عندما تفشل الحكومة في إرجاع النازحين إلى مناطق جرف الصخر ويثرب وعزيز بلد وكثير من المناطق، 17 أكثر من 17 منطقة، إضافة إلى الكثير من المناطق المتواجدة في ديالة والتي لا أحد يتكلم عنها، وفي مناطق أيضا كركوك ومناطق صلاح الدين وحتى مناطق الموصل، يمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، وتفشل الحكومة في فرض القانون وهيبة الدولة. ماذا نسمي هذا؟ نسميه بأن هناك تغول وهناك سيطرة لهذه الميليشيات على الملف الأمني والعسكري والسياسي. إضافة إلى هذا، عندما يتكلم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ويقول بأني قمت بوساطة مع قادة الميليشيات مع هادي العامري ومع أبو مهدي المهندس لإرجاع النازحين في جرف الصخر، ثم قالوا سنرجع لك الجواب بعد أيام، ثم رجعوا إليه فقالوا بأنه يجب عليك أن تتكلم مع إيران وتتكلم مع لبنان. نعم. هذا يعطي دلالة واضحة على أن القرار العراقي مصادر تماما من قبل جهات خارجية، وأن هذه الميليشيات لا تأتمر بإمرة الحكومة وإنما تأتمر بإمرة طيب خارجية. حتى القصف الذي طال الآن القاعدة كيوان أو القصف الذي طال الحشد الشعبي، كيف تم قصف هذه القواعد العسكرية التي تواجد فيها جنود قاعدة عسكرية مشتركة يتواجد فيها جنود الأمريكان وجنود العراقيين؟ إذا كان حزب الله يأتمر بإمرة القوات المسلحة، كيف قام بقصف هذه القواعد وهي قواعد مشتركة وهناك اتفاقات مبرمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين العراق في الفترة الماضية على تواجد هذه القواعد من هذه المناطق؟ طيب، وإذا كان خارج المنظومة الأمنية، لماذا لا تقوم الحكومة بإجراءات على هذه الميليشيات التي تم تشكيلها خارج إطار الدولة؟ نحن نتكلم عن ميليشيات منفلتة، ميليشيات تتحكم الآن في الوضع العراقي بشكل كبير جدا. يعني عندما يتكلم مثلا سيادة العقيد، تعتقد أن الميليشيات أيضا تصادر القرار السياسي وليس الأمني فقط في العراق؟ نعم أكيد، بعد انتخابات عام 2018 عندما صرح قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يقول بأننا تغلبنا على الولايات المتحدة في العراق 3-0، في إشارة واضحة إلى سيطرة إيران على الرئاسات الثلاث من ضمنها رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. هذا يعطي دلالة واضحة على أنه إيران تسيطر الآن على الوضع العراقي بشكل كبير جدا. لذلك ما يجري الآن حتى من تغيير الوضع السياسي، لماذا يرفضون الموجودين في العراق إذا كانوا هم يريدون تحرير العراق بحيث ينتهي ملف الفساد وتبدأ صفحة جديدة؟ يجب أن يواكبوا وأن يوافقوا على مسألة التغيير التي تطالب بها الجماهير والجماهير المنتفضة في هذه المحافظات. لماذا هذا الرفض؟ لماذا هذا القتل؟ أكثر من 600 وصل العدد ما يقارب 600 شهيد، وهناك آلاف وصل إلى أكثر من 20,000 جريح، وهناك إضافة إلى مغيبين ومختطفين ومعتقلين بالضبط. في سجون الحكومة. لا أحد يعرف الأعداد الحقيقية لهم. طيب دكتور أيمن، وثق تقرير لقسم قسم حقوق الإنسان في الهيئة خلال الأشهر الأخيرة أيضا بالأسماء، يعني وردت قائمة بالأسماء عن 477 حالة قتل للمتظاهرين، وهو أكثر من العدد الذي ورد طبعا في تقرير اللجنة الحكومية للتحقيق بشأن قمع التظاهرات. هل معنى هذا أن هناك محاولة للتضليل بشأن الإحصائيات الحقيقية؟ وما السبب في ذلك إذا كان الشهداء قد سقطوا وانتهى الموضوع؟ يعني أخي الكريم، بالنسبة لتقرير القسم حقيقة هو تضمن إحصاءات مروعة لضحايا التظاهر السلمي في العراق. نعم. هنالك توثيق لعمليات حالات القتل 477 شهيدا في التظاهرات، فضلا عن 117 حالة من الاختطاف الذي طال متظاهرين وناشطين مدنيين ومهنيين وكل الفئات الداعمة حقيقة للتظاهر السلمي
فضلاً عن ذلك هنالك مغيبون تم توثيق حالاتهم. بالمجمل لدينا كما ذكرت إحصاءات مروعة لهؤلاء الضحايا. الحكومة وزارة الصحة لا تسمح بإذاعة أو نشر إحصاءات لضحايا التظاهر السلمي. هنالك تقارير كثيرة تشير إلى أن الأرقام يعني على أقل تقدير هي مضاعفة. هنالك تقارير حتى تحدثت عن أكثر من 900 شهيد. لك أن تتصور وللمشاهدين الكرام دور التكتم وال يعني عدم الإعلان بصراحة عن الأرقام الحقيقية، لأن هذا بالنتيجة يدين الحكومة التي هي يفترض أن تكون من أولى أولوياتها هو حماية المدنيين فضلاً عن المتظاهرين السلميين الذين كفل لهم الدستور التظاهر السلمي في العراق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي منهم إلى أي انتهاك أو أي إساءة معاملة حتى من قبل جهات محسوبة على الحكومة، لأنها كما ذكرت هي يفترض أن تكون يعني الحامي لهؤلاء، لكن مع الأسف الشديد الحكومة لا يعني القرار مصادر من قبل الميليشيات التي هي تسيطر على الأوضاع الأمنية وجميع الملفات الاقتصادية وأخرى في العراق اليوم، ومن ذلك أيضا هي تسيطر على القرار الحكومي السياسي وهي الضالعة بجرائم قتل المتظاهرين، وهي التي قامت حقيقة وهذه حلقة جديدة من حلقات القمع للتظاهر السلمي، حيث شهدنا في السنوات الماضية أيضا عمليات قمع وقتل وأعقبها تدمير للمدن في عمليات كانت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لكن اتضح للجميع أن هذه الذريعة كانت فقط للنيل من المحافظات التي مع الأسف باتت منكوبة. ومع الأسف أقول أن الأرقام التي يتم الكشف عنها هي أرقام متواضعة، هنالك على الأرض ضحايا تجاوزت أعداد المصابين منهم أكثر من 20,000، 6,000 منهم يعانون عاهات دائمة، فضلاً عن أكثر من 1,500 مصاب يعانون حالات إصابة بالغة الخطورة قد تودي بحياتهم بأي وقت من طيب الأوقات. نعم. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الأعزاء، في النصف الثاني من ساعتنا الثانية سنناقش ملف المغيبين قسرياً، حيث ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أن هناك نحو 8,000 مغيب في العراق في عام 2019 وحدها، في حين أن العدد أكثر من ذلك بكثير. فلنتابع هذا التقرير. ككل سنة تمر على العراق منذ تولت شؤونه طبقة سياسية صنعها الاحتلالان الأمريكي والإيراني على عينهما، مرت سنة 2019، وبينما تتحدث التقارير الحقوقية في بعض دول العالم عن غياب حقوق الإنسان، تتحدث تلك التقارير في العراق عن غياب الإنسان ذاته أو تغييبه قسرياً بحسب التوصيف القانوني. مفوضية حقوق الإنسان وهي منظمة حكومية كشفت عن أن أعداد المختفين قسرياً في العراق خلال 2019 والسنتين السابقتين عليها وصلت إلى ما يقرب من 8,000 شخص، بينما يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن 25,000 عراقي مغيب قسرية ينتمون إلى 3 محافظات فقط، هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، ناهيك عن 1,000 شخص آخرين. قالت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين إنهم اختطفوا خلال الشهرين الأخيرين من مناطق قريبة من ساحات التظاهر، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مصائرهم.
وإذا كانت الجهات الحكومية في العراق لا تأل جهداً في إخفاء الحقيقة بشأن مصير المغيبين قسرياً، فإن أرض العراق تأبى إلا أن تظهر بعد ما اقترفته القوات الحكومية والميليشيات من جرائم ضد الشعب العراقي. مقابر جماعية تضم رفات أكثر من 200 شخص كشفت قبل أشهر في محافظة بابل، حيث مناطق تسيطر عليها ميليشيا حزب الله المنضوية في الحشد، عثر فيها على رفات نحو 650 شخصا بينهم أطفال، وتبدو على الجثث آثار ثقوب وأصفاد توحي بأن مجزرة مروعة وقعت في ذلك المكان بحسب دائرة الطب العدلي في الرمادي بمحافظة الأنبار. اللافت في رأي محللين أن سيطرة الصقور القريبة من موقع العثور على المقبرة الجماعية هي نفسها السيطرة التي شهدت اختفاء المئات من أبناء الصقلاوية لدى مرورهم من النقطة الأمنية التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد، الأمر الذي يؤكد أن أكثر الجرائم والانتهاكات ضد العراقيين يربط بينها وجود ميليشيات الحشد كمتهم رئيس، لسيما أن أكثر زعماء تلك الميليشيات يعلنون ولاءهم لإيران ونظامها الحاكم. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في ندوتنا الخاصة بشأن حصاد أهم الأحداث في العراق لعام 2019. في هذه الساعة كما ذكرنا سنناقش وناقشنا جزء من مأساة النازحين، قضية المختطفين والمغيبين قسريا، كذلك المقابر الجماعية. دكتور أيمن، حمل تقرير القسم الحكومة المسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين، لكن النتائج اللي خرج بها التقرير الحكومي تجاهلت ذكر المتسببين المباشرين بقتل المتظاهرين، وبالتالي هي اكتفت بجملة من الإعفاءات من المناصب. ما السبب في رأيكم دكتور أيمن؟ أخي الكريم، تقرير اللجنة الحكومية بهذا الصدد هو تقرير الحقيقة يفتقر إلى القانونية، لأنه يعني لا يمكن أن تقوم الجهة المتهمة بعملية تحقيق في موضوع لا شك أنها يعني توكل الأمر لغيرها، فضلا عن التهرب من تسمية الجهات المرتكبة على الأرض، فضلا عن الجهات التي صدرت القرار والتي مهدت لتنفيذه والتي جهزت لتنفيذه. فالأمر هذا يعني واضح أنه مرتبط سلسلة من الحلقات المسؤولية التي تتعلق بهذا الموضوع، فضلا عن أن الحكومة اليوم هي في موقف ليس المتهم، هي موقف المدان، هي مدانة حقيقة بقتل المتظاهرين، هي مدانة بمنع إسعاف الجرحى منهم، هي مدانة باعتقال مئات الجرحى من المستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، والعلاج ضروري في كثير من الحالات، يعني هي مدانة في انتهاك حقوق المتظاهرين، في سلب الحق في التعبير عن الرأي وال يعني الرأي والتعبير والتجمع السلمي. الحكومة تدفع باتجاه عسكرة التظاهرات. نعم دكتور. لأنها تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن يعني تواصل القمع، فراحت تستهدف. نعم دكتور. تصاعدت وتيرة استهداف الناشطين بعد فشل الحكومة في إنهاء في قمع التظاهرات الجارية على نطاق واسع في العراق. فلذلك يعني الأمر من له مصلحة في تغييب الناشطين، في تغييب القيادات على الحركة على الأرض. نعم. أنا أشكرك دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، حدثنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا. سيادة العقيد،
دائما من تصير عمليات المقابر جماعية، تغييب قسري، اختطاف، دائما نتهم بها الميليشيات، لكن هنا يعني باعتقادك من يتحمل مسؤولية المقابر الجماعية خاصة التي حدثت مؤخرا في أطراف مدينة الفلوجة؟ لماذا نحمل دائما الميليشيات؟ نعم، حقيقة من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المقابر الجماعية وعن عمليات الاختطاف والتغييب هو رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة والقيادات العسكرية العاملة في المنطقة. يعني عندما نتكلم مثلا عن الفلوجة أو نتكلم مثلا عن الرمادي أو نتكلم عن الموصل أو عن صلاح الدين، قيادة العمليات التي شكلت في هذه المناطق هي من تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى. ولكن في حقيقة الوضع الميداني إن من يسيطر على الأوضاع ميدانيا هي ميليشيات الحشد الشعبي، هي التي تسيطر ميدانيا وتسيطر عسكريا وتسيطر على كافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذه المناطق. طيب، يعني كثير من الروايات الآن التي صدرت قالوا بأنه تم تسليم أنفسنا إلى الجيش، ثم بعد ذلك الجيش سلم الكثير من الأعداد من المغيبين من مدينة الفلوجة مثلا إلى ميليشيات الحشد الشعبي، ثم تم فصل النساء والأطفال عن الرجال، وبعد ذلك قالوا سيتم إلحاقهم بكم بعد فترة وجيزة. بالضبط. وبعد ذلك تم تغييب هذه الأعداد الكبيرة. المشكلة بأنه جميع اللجان التحقيقية التي شكلت هي لجان غير حيادية وغير موضوعية في مسألة البحث. لذلك نرى بأنه مثلا مجزرة الحويجة أو مجزرة جامع سارية أو المجازر التي ارتكبت في الفلوجة أو في الرمادي، جميع هذه المجازر التي ارتكبت لم تخرج لنا الحكومة بتقارير حقيقية تبين الوضع الذي جرى فيه هذه العمليات وكيف تم الاختطاف وكيف تم التغييب وهو من هو المسؤول عن هذه الأعداد التي تم تغييبها. وإنما تخرج هذه جميع هذه التقارير بإشارات بسيطة جدا إلى مسألة التغييب ومسألة القتل، وحتى القضاء يعتبر مشترك في هذه العمليات التي تجري، لأن القضاء من واجبه أن يبحث في عملية التغييب بهذه الأعداد الكبيرة. يعني في الفلوجة ما يقارب أكثر من 700 شخص، في الرمادي على منفذ الرزازة أو معبر الرزازة أكثر من ما يقارب أكثر من 2000 شخص، في الدور ما يقارب أكثر من 300 شخص. طيب، وهذه الأعداد سيادة العقيد. آسف، ولكن سنذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز. تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا في هذه الساعة الثانية والجزء الثاني من ندوتنا الخاصة بشأن حصاد الأحداث في العراق لعام 2019. نرحب بضيفنا السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، يحدثنا من فيينا. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا، تحياتي لك ولكل العاملين في القناة وللمشاهدين. أهلا بك أستاذ ضياء. نحن نناقش في هذه الساعة المقابر الجماعية، مأساة النازحين، قضية المختطفين والمغيبين قسريا، ولكن دعني هنا أبدأ. هل مبرر التصدي للإرهاب يجيز للميليشيات ارتكاب المجازر الجماعية خاصة التي حدثت مؤخرا على أطراف مدينة الفلوجة؟ حقيقة هذا لا يجيز انتهاك لحقوق الإنسان في أي حال من الأحوال، وهي قوات حكومية المفروض أن تكون، وهي المسؤولة الأول والأخير هي الحكومة العراقية أو الجيش والأمن والشرطة، مسؤولين على حماية المواطنين. ولكن العمليات التي جرت في
في الفلوجة وبقية المناطق الأخرى من المنطقة الغربية في العراق هي عمليات انتقامية، يعني عمليات حقيقة ليس لها علاقة بتحرير، بعضها ليس لها علاقة بتحرير المناطق المتنازع عليها من قبل داعش أو الدولة الإسلامية. نعم. هذا لم يكن، هم أتوا إلى هذه المنطقة هو الانتقام من هذه المنطقة. يعني حقيقة الذي يحدث في العراق والذي يحدث في جميع المناطق العراق، احنا سمعنا هذه بالفلوجة، أخي موجود في جرف الصخر، موجود في الموصل، موجود في كركوك، موجود في تكريت، وفي كل محافظات العراقية موجود العمليات الانتقامية من الشعب العراقي من قبل الجهات المدعومة من إيران، وبالحقيقة المسيرة والمخولة من إيران، وإحنا نرى هذا الشيء أمام أنظر العالم، يقومون بهذا ويتحدثون هذا الانتقام، هذا جماعة سبايكر، يعني عملية انتقامية وليست عملية قانونية حقوقية. ممكن فد واحد يقول هذا ارتكب وكذا ارتكب ويحال إلى القضاء. العملية اللي قاعدة تصير هي إبادة جماعية لمجموعة بشرية من الشعب العراقي الذين غير راغبين بهذه الحكومة والذين يريدون حقوقهم من هذه الحكومة، وخير دليل ما يحدث بالآونة الأخيرة بالعراق. نعم. سيادة العقيد، واضح ليس هناك أي رادع قانوني أو دولي في إيقاف المجازر التي ترتكبها الميليشيات في العراق وفرق الموت. هناك العديد سقطوا، يعني 27 ألف ما بين شهيد وجريح في التظاهرات الأخيرة. ليس هناك تحرك دولي فعال وإنما هناك تصريحات فقط. هل هذا نفسره بأنه هناك عجزا دوليا أم تواطؤ حكومي ما بين المجتمع الدولي وما بين الحكومة الحالية في بغداد؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه ممثلية الأمم المتحدة في العراق لم تقوم بدورها كممثلية حقيقية بنقل الواقع العراقي كما هو، وإنما كانت تتعامل مع الحكومة بازدواجية كبيرة جدا في الملف العراقي، وكانت تميل إلى الجانب الحكومي أكثر مما تميل إلى الجانب الواقعي في العراق. يعني عندما نتكلم مثلا عن مجلة دير شبيغل وما نقلت من فضائح ومن انتهاكات كبيرة جدا لميليشيات الحشد الشعبي أثناء العمليات العسكرية، أو نتكلم عن منظمة العفو الدولية، أو نتكلم عن منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع هذه المنظمات نقلت حقائق صادمة للشعوب بما وما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن عمليات قتل وإعدامات ميدانية قام بها الحشد الشعبي طوال تلك الفترة. ولكن المشكلة بأنه كثير من التقارير الدولية تفتقد إلى الحيادية والموضوعية في نقل الحقائق الموجودة في العراق. لذلك لا نرى هناك محاسبة لا من قبل الجانب الحكومي ولا من قبل الجانب الدولي أو الأممي في مسألة معاقبة الذين قاموا بهذه الانتهاكات ودرجهم على قوائم أو لوائح الإرهاب كما يجري في كثير من الحروب التي جرت سابقا في يوغوسلافيا. نعم. وفي كثير من المناطق الأخرى. طيب. هناك تواطؤ وتواطؤ كبير جدا. أما بالنسبة للجانب الحكومي فأنا أعتقد بأن هناك تواطؤ كبير جدا في الجانب الحكومي وبين المؤسسة القضائية وبين الأجهزة الأمنية على عملية إخفاء الكثير من الحقائق من هذه الانتهاكات، وهذا ما جرى. يعني عندما تكون هناك جرائم في عام 2015 و2016 ويتم السكوت عليها إلى عام 2019 حتى تظهر مقابر جماعية لكي يتم فتح الملف بشكل كبير جدا وبالسؤال وما إلى ذلك، إذن نحن أمام حقيقة أمام إشكال حقيقي في عملية إخفاء الكثير من الجرائم. يعني عندما يكون هناك تغييب لأعداد كبيرة جدا قد تصل إلى 8000. نعم. أو قد تصل الأعداد الحقيقية إلى أكثر من 25000 مغيب. طيب. هذا إشكال كبير جدا تتحمله الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، يتحمله القضاء وتتحمله الأجهزة الأمنية. هم المسؤولين عن حماية الشعب وعن حماية المغيبين وعن حماية الناس الذين يفتقدون إلى مسألة الدفاع عن النفس. يعني عندما تكون الحروب أنا أعتقد بأن القانون الدولي وجميع القوانين تقول بأنه يجب حماية المدنيين وإبعادهم عن الصراعات التي تجري في المنطقة، ولكن ما يجري في العراق من انتهاكات ومن عدم محاسبة لمن قام بهذه الانتهاكات يعطي دليل واضح على أن هذه الميليشيات هي تعمل خارج إطار الدولة وهي من تتحكم في المشهد العراقي بكل تفاصيله. أستاذ ضياء، ذكر سيادة العقيد أن الحكومة ربما تكون مشاركة في عملية الانتهاكات الإنسانية التي تجري في العراق، ولكن هنا يعني لماذا يتجاهل المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكب من قبل الميليشيات المسلحة؟
حقيقة أنا ما أرى هذا الشيء مثل ما يعني تحدث المتحدث عن هذا الموضوع. الأمر المجتمع الدولي هو أقر واعترف وقال أنه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وآخر اجتماع بجنيف كل الدول تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان وبالأحداث. بس أستاذ ضياء، مجرد حديث يعني، ليس هناك أي تطبيق على أرض الواقع. هذا متأخر جدا. نعم عفوا عفوا، هي هاي المشكله والاشكاليه. احنا يعني نطلب من الدول او الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدول الاوروبيه او المجلس الامن، لحد الان لم تاتي هذه الفرصه حتى يبلغون، حتى يتم اعداد برنامج معين لانقاذ العراق من هذه المشكله. خير دليل مما حدث حينما يتعرض شخص اجنبي او امريكي في العراق، تقوم الطيارات الأمريكية بقصف المواقع العسكرية الإرهابية الموجودة في العراق، وهذه موجودة يعني من بداية الاحتلال ولحد الآن، وكونت يعني تحت راية وبمعرفة عن الولايات المتحدة الأمريكية. المجتمع الدولي أنا أقول لك هو ليست منحاز، ولكن مكتوف الأيدي اتجاه هذه الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة لم تعطي الضوء الأخضر لممثلي الأمم المتحدة أن يتخذوا قرارات جريئة. الممثلة أستاذ ضياء، الحدث مو البارحة صار حتى ممكن المجتمع الدولي يأخذ وقت حتى يتحرك، يعني صار 16 سنة على هذا الموضوع أستاذ ضياء. ليست 16 سنة، لأنها المجتمع الدولي يأخذ قرارات دولية، والقرارات الدولية لا يمكن أن تأتي القرارات الدولية بدون موافقة. أخي، الولايات المتحدة الأمريكية هي مهيمنة على كل العالم. طيب. يعني لا نتوقع أنه النمسا أو ألمانيا ممكن تتصرف تصرفا غير لائق أو غير مقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشيء غير موجود. يعني أنا عايش في أوروبا وصار لي فترة طويلة، وأنا أعرف واشتغلت في وزارة الخارجية وفي وزارة العدل هنا أنا في النمسا. نعم. وأعلم جيدا بما يدور بالساحة السياسية. هم ليست مخولين وليست هم، احنا تحدثنا مع الاتحاد الاوروبي وقابلت رئيس الاتحاد الاوروبي وكلمت عن ما يحدث. هم يقولون ممكن تصليح الامر حسب هذه الوضعيه، حسب هذا الدستور، حسب هذه الحكومه. هم لحد الان طامعين انه يغيرون الوضعيه السياسيه وعدم انتهاكات لحقوق الانسان بهذه المجموعه السيئه من العراقيين. هذه المجموعة العراقية رفضوها بالأكمل، ولكن المجتمع الدولي يتحدث معهم، وله سفارات وله وعندهم مكاتب وسفارات في العراق، ويعلمون جيدا، والتقارير توصلهم بالتأكيد هي تقارير نزيهة عن المجتمع الدولي، ويتحدثون عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وخير دليل ما حدث الأخير. طيب. هل تتوقع أن الولايات المتحدة لا تعلم بالمقابر الجماعية الذي منتشر في العراق بعد الاحتلال ولحد هذه اللحظة؟ يعني هذا كلام غير مبرر وهذا كلام غير معقول. الولايات المتحدة هي تعلم جيدا وأين المقابر، ولكن لحد الآن لم تكشف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية بحقوق الإنسان المنتهكة في العراق، أنه قتل جندي أمريكي وقامت الدنيا وقعدت على مدهان الجندي. انا اقول حرامات يقتل جندي واي بشر، انا اقول إيه هذا بس الشيء. استاذ ضياء، اذا احنا نتحدث على التحرك الدولي، على سبيل المثال جينين هنسبلاس خارت الممثله الامميه في العراق، عندما نزلت الى ساحه التحرير وحتى صعدت بالتيك توك وقالت لهم بانه الحكومه هي مدتها سنه ما تقدر تنفذ لكم كل الطلبات، هل هذا يمكن ان نعتبره تحركا دوليا حقيقيا استاذ ضياء؟ لا هذا ابدا، لان هم انا قلت يعني وتحدثت انه هذا البرنامج السياسي الموجود بالعراق اللي يعتبروه هم برنامج ديمقراطي تعددي بالاحزاب يامنون به لحد هذه اللحظه، لانه وضعت الولايات المتحده الامريكيه وهو اجنده موافق عليها من قبل المجتمع الدولي. هذا البرنامج لحد الان هم مصرين على تطبيقه، وهذا البرنامج المصرين على تطبيقه والاليه مالته لحد هذه اللحظه، وهم يقولون لا يمكن ان تحدث هذه بهذه السرعه. طيب. ليست الحدث بهذه السرعه،
كل العملية السياسية مثل ما يقولون المتظاهرين في ساحة التحرير هو رفضوها العراقيين. طيب. إذن على المجتمع الدولي أن يستجيب لمطالب الشعب العراقي. طيب أرجو أن تبقى معنا سيادة العقيد. يعني الميليشيات عندما تأسست بعد عام 2003 في العراق ارتكبت الجزير من الكثير من المجازر، وخاصة في الأحداث التي جرت بين عامي 2006-2007 وما تلاها طبعا خلال الأعوام اللاحقة. مصير الميليشيات في العراق عام 2020، خاصة هناك ربما يكون تحرك أمريكي باتجاه الميليشيات، وذلك من خلال يعني قصف وسقط قتلى عشرات القتلى 18، قسم يقولون 25 وقسم يقولون 15، ولكن بغض النظر عن الأعداد، تعتقد أن هناك تحركا أمريكيا جادا في العراق للقضاء على الميليشيات هناك؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه ما وصلت إليه الميليشيات هو كان بفعل التخادم الأمريكي الإيراني في العراق. من أوصل هؤلاء إلى سدة الحكم في العراق هم الأمريكان، ومن سلموهم زمام الأمور في العراق. هذه الميليشيات تم تشكيلها على أعين القوات الأمريكية في العراق. أنا أود أن أجيب على بعض الأمور التي طرحها الأستاذ قبل قليل. نعم. في عام 2006، ثم أعود إلى الإجابة على هذا السؤال. نعم. في عام 2006 تم ارتكاب الكثير من المجازر بعد تفجيرات سامراء. طيب. القوات الأمريكية كانت هي من تسيطر على الوضع الأمني في العراق، وهي تعلم جيدا ما ارتكب من جرائم من تغييب وقتل على الهوية وتهجير وما إلى ذلك. حتى أنه قائد القوات الأمريكية كيسي يقول في مؤتمر دافوس للأمن عام 2018، يقول بأنه ما جرى في العراق كان بتخطيط المخابرات الإيرانية، والتفجير الذي حصل في سامراء كان من قبل الاطلاعات الإيرانية أي المخابرات الإيرانية. لا لا. هذا أولا. المسألة الأخرى، جميع التقارير التي كانت تصدر طوال هذه المدة منذ عام 2003 وإلى عام 2019 كانت تميل إلى الجانب الحكومي ولم تنقل الصورة الحقيقية لما جرى في العراق. لا. يعني عندما نتكلم في معارك التي تم استعادة تنظيم الدولة للمناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة، الكثير من الإجراءات التي قامت بها حسب ما نقلت صحيفة دير شبيغل بأنها كانت الانتهاكات تتم أمام أعين القوات الأمريكية في المنطقة. نحن نقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة فيما جرى في العراق بعدم الكشف عن المغيبين وعن الجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة. طيب. أما ما يجري حاليا من تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصبح هناك تقاطع للمصالح واضح جدا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. ما يجري الآن هو حرب بالوكالة، وإن كانت هذه الرسائل ترسل من خلال ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. لذلك أنا أقول بأنه ما يجري الآن من ضغوطات تمارس على ميليشيات الحشد الشعبي هو جزء من الصراع الأمريكي الإيراني، ليس في العراق وإنما في المنطقة. وما جرى من ضربات، لأنه الآن هناك تهديد حقيقي للنفوذ الإيراني ليس في العراق أو في لبنان، وإنما حتى في الداخل الإيراني. عندما تخرج أكثر من 189 مدينة إيرانية عن سيطرة الدولة وتخرج فيها مظاهرات عارمة تنادي بتغيير النظام الحاكم في إيران، إذن هناك إشكال كبير جدا حقيقة تعاني منه القيادة الإيرانية في الداخل، وهي تحاول الهروب إلى المشهد الخارجي بافتعال مثل هذه الضربات. طيب. على طيب. القوات الأمريكية. ضياء، بأقل من دقيقة، يعني نحن بعد ساعات سندخل إلى عام 2020، ولكن ما المطلوب من المجتمع الدولي كي يرمم صورته أمام الشعب العراقي في عام 2020؟ ما المطلوب منه تحديدا بأقل من دقيقة لو سمحتم؟ حقيقة ليست المجتمع الدولي، وإنما المنظمات المجتمع المدني الحقوقية عليها أن تبذل أقصى الجهود لتوصيل المعلومات عن ما يحدث بالعراق وانتهاكات لحقوق الإنسان، توصلها لأي جهة من الجهات المسؤولة، وكل مكان يوصل إلى هذه المنظمات هي تدعم الانتهاكات لحقوق الإنسان الذي تحدث يوميا في العراق من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. ما يحدث في العراق حقيقة هي جريمة وإبادة جماعية للبشر كله، وعلى المجتمع الدولي أن يلفت النظر لهذا الموضوع وأن يتحدث بجدية بما يحدث في العراق. طيب، أنا أشكرك أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، نقدر ذلك عاليا. سيادة العقيد، بدقيقة أو أقل من ذلك، توقعاتك للمشهد العراقي، أريد أسألك، هل سيبقى الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية في العراق؟ نعم، أنا أعتقد بأنه مسألة الحشد الشعبي في العراق تقرره
نتيجة الحراك الذي يتواجد في العراق منذ الأول من تشرين الأول، نعم، ولا زال مستمر لحد هذه اللحظة. هناك الآن شعارات تطرح بخروج النفوذ الإيراني من العراق بشكل كامل، وهناك أيضا رفض لجميع من اشترك في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم. طيب. وبالتالي عملية استقالة الحكومة أو إسقاط الحكومة بفعل المتظاهرين والمنادات اليوم أيضا بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة هو يعطي دليل واضح على أن الأمور في العراق قد تتجه نحو التغيير. ولكن مع هذا نقول بأنه النفوذ الإيراني في العراق نفوذ عميق جدا ومتجذر بشكل كبير جدا، ولكن أنا أعتقد بأنه لن يكون هناك يعني تغيير بهذه السهولة التي يتوقعها المشاهد أو لا يتوقعها الآخرين، لأنه قد يلجؤون إلى استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين. هم يعتبرون هذه الورقة هي آخر الأوراق التي يمكن أن يستخدمونها الميليشيات في مواجهة المتظاهرين في الفترة المقبلة. لذلك أنا أعتقد بأنه الخيارات ليست كثيرة ولكنها صعبة، وأنا أعتقد بأن استمرار المظاهرات بهذا الشكل قد يؤتي كله ولو بعد حين. أنا أشكرك سيادة العقي، شكرا جزيلا لحضورك في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل إلى العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وإلى الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، حدثنا عبر سكايب من فيينا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.